دلوقتي هنتفرج على تدريب سريع ازاي ان احنا نقدر نحول الداتا الكتيره اللي دخلناها في بروسيس لاكسل شيت، او ان السيستم بيحولها كلها بيسجلها في اكسل شيت، كل البيانات اللي بتدخلها وكل البيانات اللي بنعوزها خاصه بكل البروسيسز. ازاي ناخد الاكسل شيت ده ونستفاد منه نطلع معلومات تفيدنا في اداره الدوره واداره الشغل. ندخل على برنامج وندخل على الدوره اللي احنا عايزين نشتغلها، بندخل على العموم كده كده بنفتح الدوره اللي احنا عايزين نشتغل منها. احنا دلوقتي هنشتغل على دوره الستور كيو سي اوديت او مراجعه جوده الفروع. هنفتح اي دوره منهم وهنيجي نقول له هنا نفتح اي دوره فيهم، نيجي نقف هنا عند العلامه دي. بعد كده هيطلع لنا هنا حاجه اسمها مور اوبشنز، هندوس على مور اوبشنز لغايه ما نلاقي حاجه اسمها اكسبورت تشيك ليست سي اس في، هندوس عليها. هيطلع لنا اختيارين، ان انا اشوف الفيزيبل كولومز او العواميد اللي احنا المرئيه العاديه، او كل العواميد. كل العواميد دي مش هنعوزها في الدوره دي، لان كل العواميد دي بنعوزها عشان نراقب المواعيد اكتر، الديو ديت والتاسك ديت. فانا اشتغل دلوقتي في الدوره دي هنحتاج نطلع الفايل ده. هنطلع الفايل، هينزل عندنا في فولدر الداونلودز على الكمبيوتر. الفايل هو بدأ يطلع وبدأ ينزل، اهو الفايل هينزل عندنا دلوقتي على ايه، على داونلودز. لو هندخل هنا على فولدر الداونلودز هنلاقي ادي ايه الفايل، اسمه ستور كيو سي اوديت 13 2020. هنعمل ايه بقى؟ هنروح واخدين الفايل ده كوبي كده، نحطه في الفولدر اللي احنا بنشتغل منه في اداره الدوره ديت، الفايلات اللي احنا هنستلمها دلوقتي اللي هندير منها الدوره، اللي هو ستور كيو سي ريبورت. الفايل ده لازم يكون على السي جوه فولدر اسمه بي كيو على السي على طول. يعني نعمل جوه السي فولدر اسمه بي كيو كده، يبقى عندنا فولدر اسمه بي كيو على السي على طول، لازم المكان ده يبقى زي ما هو كده بالظبط. ولما ندخل عليه هيبقى عندنا الدوره بتاعتنا، هنحط الفولدر بتاعنا، الدوره هيبقى اسمها ستور كيو سي اوديت ريبورت، لازم الفولدر اسمه كده بالظبط. وايه، هنحط الفايل اللي احنا نزلناه في الايه، في الفولدر ده اسم الفايل. طب عايزين نمسح بقى الفايل القديم، في فايل قديم اهو، هنمسحه وبعد كده نمسح التاريخ منه ونسجله زي ما كان القديم متسجل. هنقف هنا اهوت ونمسح القديم، ندوس على ديليت ونيجي هنا هنقول له ايديت ونمسح التاريخ ونخليه واقف لغايه اسم الملف نفسه. تمام، وانس خلصنا بنقدر نفتح بقى ايه التقرير المراجعه اللي هو الايه الريبورت نفسه. هنفتح الريبورت. الريبورت هنا حاليا هو فيه ثلاث ملفات مراجعه او ثلاث تقارير. اول تقرير هو تقرير الفرع، يعني انا لو عايز اشوف فرع اطلع تقرير. يعني مثلا هاجي هنا هيطلع لي دروب داون منيو كده، هقول له عايز اشوف مثلا فرع الهرم مثلا، وعايز اشوف تقرير شهر 6 سنه 2020. انا بحدث البيانات دي واروح واقف هنا ودايس كليك ماوس يمين واقول له ايه ريفرش. هنا بيرفرش الداتا في الـ في الكيو سي في الكويري نفسها اللي انا محتاج، عشان نفتكر برضو اللي انا عشان اشوفها لازم ادوس على داتا واقول له شو كويريز، لو مش ظاهره لي اقدر افتحها من هنا. طيب كده ايه، هو طلع نتيجه الفرع وقال لك ان الفرع خد 93%، وده السكور اللي جابه على كل كي بي اي، النقطة اللي خدها السكور وده التوب سكور وده الكي بي اي اللي حققه واقع فين، تمام، والنقطة ديت عند مين لكل شخص. دوت بروسس شيك ليست اتعمل مرتين، يعني الفرع تم مراجعة مرتين. دي أول مراجعة تمت على الفرع فيها كل الوظائف أهي، وأدي تاني مراجعة تمت على الفرع في خلال الشهر وأدي كل الوظائف أهي، ودي نتيجة الكي بي اي المتوسط بتاع الزيارتين. لو عملت ريفرش في الشيت اللي جنبيه هنا اهوت، الداتا اللي جنبيه هنا اهوت، وقلت له ريفرش، هيطلع لي كل الصور اللي طالعه في الملاحظات المراجعه. يعني انا لو عندي ان هو مشكله مع حد، برده الفايل زي ما انتم شايفين بيعمل ريفرش اهو، اول ما يخلص هيطلع لي ايه الصور المرفقه بخطوات اللي نزلت الراجل هنا، يعني النتيجه هنا اهوت نزلت عشان في خطوات عملت غلط، دي الصور اللي كانت تابعه عليها. طيب هيعمل ريفرش ونرجع لها. تاني تقرير عندنا هو تقرير الشهري، يعني انا هنا عندي بختار برضو الصفحه الثانيه اللي هي مانثلي ريبورت، عندي هنا بقدر اختار اسم الشهر واقول له ايه النتيجه، فبيطلع لي النتيجه كلها كده، كل فرع وكل الوظائف جوه الفرع ونتيجه كل وظيفه جوه الفرع ومتوسط الفرع في الايه في الاجمالي. فلو جينا هنا اهوت اخترنا شهر 7 مثلا عشان نغير الداتا، وهاجي برضو كذلك هنا هقف اقول له ريفرش، كليك ماوس يمين ريفرش.
يروح يعمل ريفرش هنا للداتا ويحدثها لي هنا. لو رجعنا تاني للفايل بتاع الصور هنا هنلاقي ايه اللي هو بقى في الستور ريبورت، ملف الستور ريبورت اللي كنا بنعمل له ابديت. هلاقي ان انا كل النتيجه اللي طلعت له هنا اللي هي 93% دي والحاجات اللي وقعت فيها ملاحظاتها كلها هتبقى هنا، طلعت لي هنا كده خلاص. لو هتلاحظ برضو هتلاقي هنا الدوره دي اسمها ايه؟ بي اي كيو، اخر اخر 3 حروف فيها بي اي كيو واخر واحده ام جي اي، هي نفس الدورات اللي هنا اللي اخرها بي اي كيو واللي اخرها ام جي اي، وهو كده جاب نفس الداتا. طب انا عايز اشوف بقى مشكله المدير، مين هنا وقع في اول دوره؟ هنا ما حدش وقع في اول دوره، وقع عندي في اول دوره اللي هي ايه دي، وقع عندي الكوردينيتور بس خد ايه 700 من 800. طب انا عايز اشوف مشاكل الكوردينيتور، هروح هنا على الدوره اللي هي بي اي كيو، بي اي كيو اهي دوره بي اي كيو اللي هي دي كلها، وعايز اشوف المشاكل اللي خاصه بخطوات الكوردينيتور اهي، كل ديت مخالفات كوردينيتور، كلها مخالفات كوردينيتور. طيب تعالى نفتحهم بقى واحده واحده اشوف، هاخد كوبي من مخالفه الكوردينيتور دي عشان اشوف لو انا عايز اراجع، واجي اقف هنا واقول له ايه، قول لي ايه بقى، وريني الصوره دي كانت ايه، كانت هنا الصوره ايه بتقول ايه، صوره لمخالفه الكوردينيتور في تربيع في ترتيب المقاسات في السكشن. هنا عنده اجراء ان يرتب المقاسات بالترتيب، يعني احط السمول قبل الميديم، هنا ده اللي بيثبت بيه ان هو ما تمش، انا حاطط اللارج قبل الميديم، المفروض الميديم قبل اللارج وهكذا. طيب لو رحنا على المانثلي كده خلصنا التقرير بتاع الستور ريبورت بالصور اللي تابعه دي. التقرير التاني زي ما قلنا المانثلي ريبورت اللي كنا بنعمل له ريفرش، هو دلوقتي خلص ريفرش، دي نتيجه شهر 7 المدير واخد كام، وبعدين بيرتب لك النتيجه من الاعلى للاقل، يعني ده متوسط المحل العالي ثم ده اقل متوسط. طب اقل متوسط ده عنده مشاكل فين؟ اكتر واحد موقعه مين؟ النائب. يليه اكتر واحد موقعه المدير، ده اداره، فهكذا. طيب عايز اغير الشهر، اختار شهر 2، اختار شهر 6، واجي على الداتا هنا اقول له ريفرش، اروح مطلع لي الداتا الايه المحدثه بتاعت شهر 6، اشوف نتيجتها. طيب اخر تقرير عندنا هو تقرير شغلانه، يعني تقرير الشغلانه لو انا اشوف وظيفه محدده مشاكلها كانت فين في فرع، يعني عايز اطلع مثلا ايه تقرير الكاشير او المدير في فرع مثلا ايه المعادي لشهر 6 2020، هاجي هنا اهو برضو اختار الداتا واقول له ريفرش، هنا هيجيب لي ايه بيانات كل شغل المدير، كل الاعمال اللي كانت عنده فيها، وايه والفاليو اللي خده او السكور اللي خده على الحاجه، والرقم اللي المفروض كان يستهدفه كام، الرقم الفول سكور كام، وبناء عليها هيطلع لك الراجل ده اخد كام في المية كي بي اي اجمالي. ولو عايز اغير الوظيفة هاجي اغير الوظيفة مثلا من هنا، اقول النائب عمل ايه في فرع المعادي، برضو هروح مطلع لي نتيجة النائب بتاع فرع المعادي طلع 58%. طب انا لا عايز نائب فرع تاني، هات لي نائب فرع الهرم، اختار فرع الهرم وهاجي هنا اقول له ريفرش، اروح مطلع لي داتا نائب بتاع فرع الهرم اللي واخد 99%. طب اقول له غير لي الشهر، عايز النائب بتاع الفرع الهرم ده كان عامل ايه في شهر 7، اختار له شهر 7 واقول له ريفرش، هقول النائب بتاع شهر بتاع الهرم شهر 7 ده ما اتعملوش تقرير لسه، طب اتعمل له في 5، تعالى نكتب 5 ونقول له ريفرش، ولا كان معمول له في 5؟ طب هو كان معمول له في 6 بس، تعالى ناخد في 6 فرع تاني، اي فرع مثلا لبنان، ونقول له ريفرش هيطلع لك نتائج لبنان في هذا الشهر. كده نبقى ايه عرفنا نستغل الداتا اللي بندخلها في السيستم كتيره قوي دي، ان احنا يبقى عندنا تحاليل كتيره ونقدر نعمل تحاليل اكتر حسب ما يجينا افكار واحنا شغالين، ونقدر نطور شغلنا ان شاء الله. شكرا.